واحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، 11 صباحا بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العمل في لجان الاقتراع الفرعية المنتشرة في عموم المحافظات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار أحمد بن داري إن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أي عقبات أو معوقات، وإن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. تتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات اليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي. يستمر التصويت حتى 9 مساء، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. كما حددت الهيئة عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها نحو 11631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية لمتابعة ورصد عملية التصويت بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. ورصدت التنسيقية فتح اللجان الانتخابية في موعدها في 9 صباحا لاستثناء عدد قليل من اللجان تأخرت لدقائق قليلة وتم تدارك الأمر. كما رصدت في بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان نظرا للظروف الجوية التي وصلت في أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع لتأخر وصول السادة القضاة بسبب تلك الظروف الجوية، ثم انتظمت العملية الانتخابية في كافة اللجان بعد ذلك، ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية. ورصد متابعين تيسير الإجراءات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم واستمرار توافد وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد. سلط الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت أمس، وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت. وقالت وكالة نوفا الإيطالية إن عشرات آلاف الناخبين توافدوا مبكرا أمس أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة فاقت توقعات الهيئة الوطنية للانتخابات. هذا وأشارت الوكالة إلى دخول 5 ملايين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على
على لجانهم الانتخابية، مضيفة أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله منذ انتخابات 2014، وهو العام الذي تم رصد فيه دخول 1,400,000 ناخب فقط. كما أشادت وكالة أنسا الإيطالية بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول في الانتخابات، وقالت في تقرير لها إن الطوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية. تشهد لجان محافظة كفر الشيخ حشودا من الشباب والفتيات وكبار السن للتصويت في ثاني أيام الاستحقاق الانتخابي، واستعدت المحافظة للانتخابات الرئاسية بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية ب 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة إلى 2,339,800 ناخب. شهدت لجان مدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر توافد المواطنين على اللجان بشكل كبير، حيث اصطف المواطنون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وتضم محافظة البحر الأحمر 8 لجان عامة فضلا عن 82 لجنة فرعية داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين. كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العمليات الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عمليات الانتخابات، بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 320,778 ناخبا. وفي سوهاج يتواصل توافد المواطنون على لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. تضم محافظة سوهاج 18 لجنة فرعية و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج ل 3,253,847 مواطن. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري من التلفزيون المصري. عودة مرة أخرى لنهى لاستكمال السير ومتابعة اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024. إليك نهى. شكرا جزيلا لك فاطمة خليل على الموجز والأخبار.